الراجل وظف مجموعة لاعبين في الطريقة الجديدة اللي بيلعب بيها دي. هو طبعا محتاج الإنسان ذكي جدا ومدرب عنده خبرات انه يوظف اللعيبة بالشكل ده، وعلى رأسهم فتوح. يعني فتوح احنا تعودنا انه بيلعب باك ليفت، سواء في طريقة 3 5 2 او 4 4 2 او 4 4 2 او 4 2 3 1، فتوح هو الباك ليفت. النهارده فتوح معلش هو دايس الملعب كله، بيلعب في اكتر من مركز في الملعب. طب ممكن اقول لك حاجه كابتن؟ اه مش عارف ممكن حد يزعل مني ولا لا، يعني ايه، بس فتوح مش افضل مكان لي هو الباك ليفت. يعني فتوح ك ك ك انت تعرف منين كموهبه يعني بتقول دلوقتي كده ليه؟ قدراته دي ما بانتش ايوه الا لما لعب في نص بس كده. انما لو فتوح وهو الباك ليفت الاساسي بتاع منتخب مصر على فكره، لو ما كانش اتغير مركزه ما كناش هنقول كده، لان فتوح فعلا كان باك ليفت اساسي. ما هو ده، لا ما هو ده كابتن بيودينا لايه؟ ودينا ان اللاعب اما بيجي المدرب يختار له مكان. يعني ساعات كتير قوي اللاعب يقول لك انا عايز العب باك ليفت، فواحد يقول للمدرب لا 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 انت هتلعب نص ملعب، واللعيب بيقول له لا يزعل. يزعل. يعني عايز اقول لك حاجه، مثلا ابراهيم حسن كان راس حربه، كابتن عادل طعيمه ربنا يمسيه بالخير رجعه باك رايت، ابراهيم حسن اتخانق طبعا وقال له انا ما بقى مش باك رايت، انا باك رايت تاريخي. بقى باك رايت تاريخي. فهنا بقول ايه، ان فتوح اما زي ما حضرتك قلت ما بيلعب ناحيه اليمين واحد الشمال، بيعرف يباصي، بيعرف يستلم، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف يضغط، بيعرف يعمل سرو، بيعرف يجيب جون. فانت اما بتحطه في الباك ليفت دي انت بتحطه في منطقه معينه هو مش بتاع اوفرلاب وجري واوفرات بالعرض، مش لا، اكتر اما يكون دايس جوه الملعب. طبعا هو فتوح حتى في قطاع الناشئين كان بيلعب الباك ليفت طبعا، وكان بيلعب سيرد باك. لا والله طبعا يعني فتوح لعب سيرد باك اشول، كان بيلعب على الشمال سيرد. ولكن كونه انه يلعب فتوح الماتش اللي فات، الماتش اللي قبل اللي فات، ماتش المقاولين العرب، كان بيشوط من ناحيه اليمين بالظبط مش من ناحيه الشمال كمان. يعني